شو شو عاملة شو عاملة خبري شو جايبة خبريني شو جايبة معي جايبة شوبك وهيدي شو ليش جايبتيهم لهيدي بدي كسر لهم البلوكي بدي كسر لهم فوق راسهم سرقوا المصريات سرقوا مصرياتنا سرقوا المصريات عم نسدد الدين عن الدولة الدين يلي سرقته النواب والوزراء عم نسدده نحن على تعميم 158 بيعطونا 400 دولار بيصيروا 400 قد ايه عندك مصاري داخل البنك وقد ايه عمرك؟ قول لي اياكم 27 دولار صار لي 4 سنين ثالث سنة دايما بتنزلي انت بس هالمرة قررت تنزلي معك بدي اضرب بدي اضرب بدي اضرب قلتوا طلبتوا منا تنزل مع الشوبك لا هادي شي رائع انه عم تعبر عنه اكيد اكيد 81 سنة عمرها هادي احلى 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 مرأة كنا عم نقول انه دايما بتكون بكل التحركات هي اللي عندها مصاري داخل المصارف يعني لما الواحد يشوف هيك سيدة كبيرة بالعمر عم تنزل للطالب بحقها ما بعرف يمكن اللي عم يحضرونا شو عم بيقول قاعدين بيوتهم ما بعرف شو بيكون تعليقهم عليك يعني بتمنى كل مودع يتطلع بالحجة سعاد ويعرف انه الحجة سعاد هي مثال اعلى يحتذى به الحجة سعاد عمره 81 سنة عم تنزل عم ترفض الظلم رافضة للظلم رافضة للقهر رافضة لتجويعنا أكل حقوقنا جوعونا موتونا وشحرونا